واحنا الحقيقة إذا أردنا أن نلخص هذه المعادلات فاحنا بنقول أن هناك خمس معادلات هي التي تتحكم في الصراع الذي يدور في ساحات الربيع العربي. نعم. المعادلة الأولى هي معادلة تراجع النظام الدولي. لا شك أن النظام الدولي الذي استقر بعد الحرب العالمية الأولى ثم أعيد تجديده بعد الحرب العالمية الثانية هو متراجع اليوم، وإن كان أكثر إجراماً ما كانوا يستطيعون حله قديماً بمجرد التواصل أو السفراء أو المندوبين، مندوبي الأمم المتحدة أو المبعوثين الخاصين، لا يستطيعون اليوم أن يحلوه إلا بالتدخل العسكري المباشر. صحيح النظام الدولي المتراجع صار أكثر إجراماً، لكن هو نفس الإجرام ده هو دليل على تراجع النظام الدولي الذي كان يستطيع أن يحل مشاكله بغير استخدام اليد الباطشة أو القوة العسكرية. يبقى المعطى الأول هو تراجع النظام الدولي، والمعطى الثاني شبيهه وتراجع الأنظمة المحلية أو القطرية والإقليمية. لا شك أنه حفتر مثلا في ليبيا أشد إجراما من القذافي اليوم، إلا أن القذافي كان أكثر سيطرة وأكثر قدرة على السيطرة على الوضع في ليبيا من حفتر. لا شك أن مبارك كان أكثر سيطرة من السيسي، ولا شك أيضا أن السيسي أكثر إجراما، وعلامة عدم السيطرة هي قوة الإجرام. كلما استقر النظام كلما كانت يده الباطشة أقل، وكلما كان النظام مهتزا كلما كانت يده الباطشة أعلى، وهكذا. يبقى ده المعطى الثاني. المعطى الثالث هو تراجع الجماعات والأحزاب التقليدية التي كانت تنخرط في الصراع مع هذه الأنظمة أو مع النظام الدولي. لا شك أن احنا عندنا تيارين كبار في الساحة العربية والإسلامية، تيار جماعة الإخوان المسلمين، ولا شك أنه متراجع جدا سواء أداؤه في الاشتباك مع الثورات وما آلت إليه الثورات، وكذلك متراجع في الساحات المحلية المختلفة، ومن جهة أخرى تيار السلفية أو السلفية الجهادية بمدارسها المختلفة. لا شك أنهم أيضا اختبروا في الساحات المختلفة، اختبروا بشكل كبير في الساحة السورية، واختبروا بشكل جزئي في الساحة الليبية. ولا شك أيضا أن هذه الجماعات أو هذه الأفكار التي تحملها هذه الجماعات لا شك أنها متراجعة. المعطى الرابع هو الأفكار الكلية التي كانت تحكم الشعوب والتي كانت توجه الشعوب تغيرت بشكل كامل بعد ثورات الربيع العربي، ثورة تونس، ثورة مصر، ثورة ليبيا، ثورة سوريا، ثورة اليمنية. لا شك أن الأفكار الكلية التي كانت تحكم الشعوب متراجعة، ولا زالت الشعوب اليوم تبحث عن منظومة فكرية وقيمية جديدة كما أنها تبحث عن مشاريع جديدة. ولاحظ معي أخي عبد الله أن الأربع معادلات السابقة كلها فيها تراجع. والمعطى الأخير وهو المعطى الإيجابي الوحيد والكبير في معادلات الصراع هو تقدم الشعوب المسلمة واشتباكها مع سواء المعادلات السابقة أو اشتباكها مع أعداء الأمة بشكل مباشر. فتقدمت الشعوب العربية والإسلامية، تقدمت ودخلت على خط الصراع بعد أن كان الصراع يقتصر فقط على النخب أو يقتصر على جماعات أو أفكار أو تيارات بعينها. لا، دخلت الشعوب بشكل كامل في الصراع. طيب. ولهذا نريد أن ننتبه، وربما أختم بهذا في هذا السؤال، نريد أن ننتبه أن كل ما كان يعمل على تفعيل الشعوب في الاشتباك في الصراع فنحن معه، وكل ما كان من جماعات أو أحزاب أو أفكار تنحي الشعوب جانبا وتختار مصلحتها الشخصية أو الجماعاتية أو التيارية نحن ضده ولسنا معه، بل نعتبره وإن كنا لا نرميهم في إخلاصهم، لكن نعتبرهم بشكل من الأشكال تستخدمهم الثورة المضادة في ضرب تقدم الشعوب لصالح الثورات. طيب.